حب الحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهرة. أنا من مدينة السدر بغداد. يا سمي طلعت جيتك هاي؟ هاي جيتي مولاي، طلعت من البيت، رحت إمامك علي زرت وكملت أطلع البصرة 11 يوم إلى كربلاء. إن شاء الله موفق. شنو سمعنا أنت مريض حجي؟ مريض مولاي، الشفاعة وهم الأطباء واللي ما يثق بيهم وما هذه لا يمشي لهم. نعم. هاي صوندة شوفها عندك. هاي صوندة مولاي، عملية بروستات. بروستات مولاي. شوف أبو عبد الله. يعني الدكتور يخابر إنسان عادي على عملية 3 مرات يخابرني. سيد التوين وعمليتك باكر ليش ما اجيتها؟ قلت له دكتور إذا ما نجحوا أهل البيت أو أجي أمر عليك أنا. ولازم أروح لك ليش. إي. وش وقت إن شاء الله أسويها؟ إن شاء الله إذا ما صارت عندي مواقف من أهل البيت مولاي. ليش تحديت الدكتور؟ أميت أمي فدنا. ورحت أعمي يقول بي ابني كانت بجمال الهوية، على الهوية. قلت لهم بويا روح انا حتى لو طيح بلغهم او طيح باي شيء راح لاهل البيت اللي ضحوا بارواحهم ثبتوا الدين الاسلام وهذي اروح لهم ان شاء الله موفق حجي. رحت ورجعت مولاي ورا 3 ايام الخميس طلعت هاي عيني موفق حجي من الله واهل البيت هاي هم الاطباء.